صبا ولدين بنتي شكون اللي غادي يتكرس على بنته؟ شكون اللي غادي يمشي يعري بنته؟ شكون اللي غادي يخلي بنته جيعانه؟ شكون اللي غادي يخلي بنته واش 20 عام غادي نخلي بنتي جيعانه وسد عليها؟ وخطاتها وفرش ليها وجاو سبقوا العدة وعراوها عراوها عراوها وقوا ولا هما هما اللي معريينها هذيك الشوها اللي جات اللي معريينها شوف ولدي بنتي محترمة وبنتي مهضية فيها وبنتي تاكل معايا وتشرب معايا وهذاك البيت تتهرب ومشات ليا تلعب الريزو جابها معايا ابو عزة حدك وجابتها معايا عاشورة ومشينا قطعنا الواد وتكرفسنا حتى جناها وجنا ملي جناها لهنا انا غادي نبني ليها هذا البيت وعوض ليها البيت ودار ليها الباب تاع الشباك ودار الشرج تاع الشباك وقال لك هو دابا في الليل ملي تبغي تنعسي سدي عليها وملي تنبغي نعس تنسد عليها وبالنهار تنخرجها تاكل معايا تشرب معايا تدور مع الدار تتمشي للبحيره تتمشي فين ما عجبها ودابا اولدي انا مشيت سافرت وهي جاو هاد الناس تكرفسوا عليها وانا راه بنتي مكلفه بها انا اللي مكلفه بنتي وقينا معاها في الحق ديالو لا ديال الزوج هذاك حقو ديال عزله وشدو الله يعاونو البيت ديالي اللي خلى لي با تنعس فيه حيدو ليا وسكن فيه هو قال لي هاد البلاد مكتوبه عليا سار انت ما تتسالي سار داك الشيء باش تتسالي سمعتي ولدي وبنتي تكرفصات تكرفصوا عليها وعراوها وتكرفصوا عليها وشوهوها وشوهوا العائله ديالتها وشوهوا الشرف ديالها وبنتي باقا بشرفها عندها 50 عام ومحترمه عليها وخازناها بحال الا خازنا شي صبي صغير باش بنتي ما تكرفص باش ما تكرفص على شي حد باش ما تهز شي كرش باش ما تجيب لك شي شوها وهو دار لي الشوها انا بغيت لي الشوها بالشوها شوفوا ولدي بنتي شكون اللي غادي يتكرس على بنته شكون اللي غادي يمشي يعري بنته شكون اللي غادي يخلي بنته جيعانه شكون اللي غادي يخلي بنته واش 20 عام غادي نخلي بنتي جيعانه وسد عليها هذيك البنت اللي بقات ليا راه عطيت ربعه البنات وهي الخامسه هي اللي بقات عندي بقى عندي شي حد كلشي تزوج انا وبنتي بقينا في الدار القديمه ديال الوالدي واش انا دايره شي جليد وخليت بنتي واش انا دايره فيه شي فايونس وخليت بنتي ساكنين في المرطوب والسيمر حنا ساكنين فيها بحال ما حالي بحال ما حال وادنا شوهوني تندعيهم الله وتندعي حساب ربي سبحانه الا هو اللي غادي ياخذ ليا فيه الحق وقطعت الواد وتكرفصت وتعذبت ودابا انا تنشكي بعد الله انا تنشكي بعد الله والمخزن ديال الحق ديالو ودوك الناس اللي جاو من دواره مهروق البعاد مني ورقاب بعاد مني انا ما حدا حتى شي واحد وجاو بالقوه وجاو مع المغرب وتكرفسوا عليا تكرفسوا على ولادي وتكرفسوا على بناتي بنتي وعراوها وجراو وتكرفسوا على الدراري وخلعوا العيالات ونوضوا فينا الرعب وجاو بلا شرطه وجاو بلا مخزن جاو هاجمين انا تنتبحهم انا ما نخرجش من وراهم ما نخرجش من وراهم عند المخزن حتى يعطينا المخزن الحقوق ديالي والحقوق ديال بنتي حرا خرجت من عندها مرت ولدي بدلات ليها وخطاتها وفرش ليها وجاو سبقوا العده وعراوها عراوها عراوها هو ولا هما اللي معريينها هذيك الشوها اللي جات اللي معريينها هو اللي سبق عندها
وداخل عدا وزين تقولوا تيغوتو وزين من غدين الرعب وخالعين الدراري وخالعين العيالات والبنت راه مطردقين فيها الكبده راه باقه دابا مريضه. دابا شوف اسيدي تنطالب الحقوق ديال بنتي تنطلب الحقوق ديالي وشوهوا بنتي وعراوها بلا سليب بلا حوايج بلا حتى شي حاجه عراوها عريانه راسها معكوف واش راس عاكفه راس محيده الحوايج هما اللي جاو خطفوا الحوايج حيدوهم ليها وتصغروا شي طالع من فوق الحيط شي جاي وجايين من اللور ما جاوش من الباب جاو من لي باش ما يعرفوهم حداش خرجوا من سطوحه ونقزوا منين بغاو وحيدوا الشطب وانتفوا كل شيء وداك الشيء اللي كان راكم شتوه الله يجازيكم بخير. انا بغيت نقول لهم الله يسلي الحق ليش ليا الحق ليش ليا الحق انا بغيتهم يعاونوني اللي فيه الاسلام يعاونني على هذا الشيء هذا اللي فيه الاسلام يعاونني على هذا الشيء هذا فرقوني مع بنتي تندعيهم ربي سبحانه الا هو اللي جا شاب بنتي واللي جا شوه بنتي انا تندعي الله بنتي مفرشه ليها ومغطياها وغاسله ليها وما تنفرقش معاها واكله وشاربه هما اللي تيشرو ليا الدواء هما اللي تينفقوا على اختهم هما اللي مقابلين ولي كنت ديال الطبيب ولي حتى عياتني قهرتني ملي جات هذه كورونا وقبل كاع كورونا ولي تنشري ليها الدواء الكناج ديالها من ديك الليله ملي نط هذيك الرعاه ما عرفتش شكون اللي خونوا ليا ملي هجموا داو ليا الكناج ديال الدواء بريت عليه تعيط ما لقيتوش شكون غادي يقدر يدير الكناج تاع الدواء هما اللي هاجمين عليا.